أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارا بهدم مسجد ومنشأة تجارية في حي سلوان جنوب شرقي القدس المحتلة بحجة البناء من دون ترخيص. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت فجر اليوم نحو 20 فلسطينيا خلال حملة مداهمات في القدس المحتلة وقرى في محافظتي الخليل وجنين بالضفة الغربية. وأفادت صحيفة يدعوت إحرانوت الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 1500 فلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة والداخل الفلسطيني منذ بداية المواجهات التي عرفت بهبة القدس. وتعبوا كلهم في البنى حطهم.